تم اختياره بعد أن ترك الدوري المصري وذهب إلى الدوري السعودي في نادي الرائد. تفاصيل وتقرير عن أرقام شيكابالا وتاريخه مع المنتخب المصري من خلال هذا التقرير لمحمد فوزي. الفهد الأسمر، الأباتشي، ألقاب عدة أطلقتها الجماهير على ابن قرية الحصايا بمحافظة أسوان بجنوب مصر. محمود عبد الرازق شيكابالا أحد أفضل المواهب الكروية في تاريخ كرة القدم المصرية. صنع شيكابالا الحدث في الفترة الأخيرة عندما تم الإعلان عن عودته لقائمة المنتخب المصري بعد فترة طويلة من الغياب امتدت لأكثر من 3 سنوات، حيث كانت مشاركته الدولية الأخيرة أمام منتخب تونس في سبتمبر من عام 2014 في تصفيات أمم إفريقيا. بالنسبة لأسباب استدعاء شيكابالا فهي ترجع إلى تطور مستواه مؤخرا، جاءته الفرصة وهو متواجد معنا الآن ومن الممكن أن يشارك في لقاء غانا. على الرغم من اعتراف الجميع بالموهبة الفذة التي يمتلكها النجم المصري، إلا أن إسهاماته مع منتخب الفراعنة لا تتماشى مع حجم موهبته التي أبهرت اليونانيين وجعلتهم يلقبوه بريفالدو اليونان في بداية المسيرة الاحترافية لشيكابالا عندما كان لاعبا في صفوف باو. الحضور الدولي الشاحب للفتى الأسمر يرجع لأسباب مختلفة كان شيكابالا مسؤولا عنها في بعض الأحيان، وتحمل مرارة الابتعاد عن صفوف المنتخب بسبب أخطاء الآخرين في أحيان أخرى، ويبقى إنجازه الأكبر مع المنتخب المصري هو الفوز بأمم إفريقيا عام 2010 على الأراضي الأنغولية. رحلة شيكابالا للعودة إلى صفوف المنتخب بدأها منذ الموسم الماضي عندما كان أكثر لاعبي الزمالك إسهاما في أهداف فريقه برصيد 5 أهداف و12 تمريرة حاسمة، ولكن ابتعاد الزمالك عن منصات التتويج في الفترة الأخيرة وانغماس الفريق في دوامة المشكلات الإدارية وتوالي تغيير الأجهزة الفنية أدى إلى عدم إلقاء الضوء على النجم الأسمر بالقدر الكافي ليقرر مواصلة التألق هذا الموسم، ولكن بقميص الرائد السعودي بتسجيله 4 أهداف بخلاف تمريرتين حاسمتين في 7 مباريات فقط. في نفس التوقيت تعالت أصوات المنتقدين لهكتور كوبر مدرب المنتخب المصري مطالبين بزيادة النزعة الهجومية في الأداء المصري، ليجد شيكابالا وكوبر كل منهما في حاجة للآخر، ويتلقى اللاعب المفتون بأغنيات محمد منير مكالمة تليفونية من الجهاز الفني تخبره بالعودة لمكانه الطبيعي في قائمة منتخب الفراعنة. وقد تكون هذه المكالمة نقطة تحول في مسيرته الكروية إذا نجح في استغلال الفرصة وحجز لنفسه مكانا في الطائرة المصرية التي ستقل المنتخب المصري إلى الأراضي الروسية. محمود عبد الرازق شيكابالا أحد نجوم القلعة البيضاء والذي انضم للمنتخب في هذه المرحلة بعد غياب أكثر من 3 سنوات. كابتن وائل، يعني هذا الاختيار تحديدا كان عليه كلام كثير، طيب نترك الكلام لهيثم، صفته طبعا زملكاوي. لا الدور كان على هيثم.